اليماني كان بيرقص اي حد بمنتهى السهوله. يلا الحمد يعني لله. يعني يعني فعلا وفرود كمان هداف. خلينا ابتدي معاك بالاسماعيلي حقيقه. عايز اخد رايك يعني يعني وجود الاسماعيلي واطمئنانه على وجوده في الدوري اليماني دي حاجه جميله، لكن هل ممكن ان جماهير الاسماعيلي اللي دايما كانت بتنافس على الدوري وبياخد الدوري تبارك لنفسها او تبارك لبعضها عشان الاسماعيلي بقى بس في الدوري؟ مم. ده في حد ذاته كارثه يا فاروق، يعني ده مش انجاز ده كارثه يعني الانجاز ان الاسماعيلي ينافس على الدوري. <متصفيق> يعني مثلا يا اول يا تاني يا تالت ده اللي عارفينه من زمان <متصفيق> إسماعيلي اسم كبير و, 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 و يعني عمود من اعمده الدوري الممتاز صحيح فما ينفعش اقول الاسماعيلي بينافس على الهبوط يا جماعه ده احنا ايه اللي احنا فيه <متصفيق> في ده اصل بقى مش بقاله سنه مش السنه دي سنتين او ثلاثه انا معاك بس القصه كلها او اربع سنين بس القصه كلها ما انت لازم يبقى ليه حل في حل اللي بيحصل ده مش طبيعي <متصفيق> واللي بيحصل ده فعلا مش طبيعي يعني مجالس اداره بتيجي وبتمشي ومجالس اداره بتيجي تبوظ الفرقه بتجيب لعيبه ملهاش اي لازمه بياخدوا ملايين وبعد كده يمشوا وبعد كده تتضايق انت فين مين اللي هيدفع الفلوس دي؟ صحيح طبعا هنعمل ايه؟ مديونات كبيره جدا إيه كبيرة جدا كبيرة جدا لعيبه جت وما استفدتش ومين اللعيبه يعني. دي؟ مع احترامي ليهم كلهم م. يعني اخوات صغيرين بس مين اللعيبه دي؟ مين القماشه اللي بتتكلم عليها؟ ده مش نادي الاسماعيلي خالص م. مش اللعيبه اللي نستمتع بيها م. انت جايب بتلعب الداخليه وعايز وتكسب بالعافيه وفرحان وبتاع عشان في الدوري ايه الهبل ده؟ الكلام ده مش مظبوط يا فاروق الكلام ده مش لعيبه كوره انت عارف زمان كل فرقه فيها مثلا 10 نجوم او او 8 9 وفي اثنين لعيبه كسر في النص بس دول بيقلبوا اه بيتداروا بيتداروا انما دلوقتي الفرقه كلها كسر انت باينين قوي مثلا مش عايز اقول المراكز عشان مش يعني لا يعني. هو عامة ما ينفعش ان النادي الاسماعيلي يبقى عنده لعيبه ما تبقاش موجوده في منتخب مصر بس اه يعني. بالظبط انت قلت كده يعني الاول كان منتخب مصر فيه اثنين ثلاثه آه. لعيبه من الاسماعيلي دلوقتي طبعا الاهلي والزمالك طبعا مم. المجمل كله بس بتلاقي من الاسماعيلي اثنين ثلاثه اربعه لعيبه موجودين مم. من ايام مثلا كانت محمد صلاح ابو جريش زمان، مثلا حسن عبد الرب واحمد فتحي بتلاقي لعيبه موجوده انما دلوقتي في لعيبه منتخب مصر <applause> الاسماعيلي. طب انت شايف المشكله في الادارات اللي في الفتره اللي فاتت او الاداره في, ال... في, ال... في, ال... في النادي الاسماعيلي واختياراتها ولا اللي بيساعدوا الاداره مم. من تحت؟ انتح... بص مفيش كشافين اول حاجه آه. لأنه لل... عشان يجيبوا اللعيبه دي عشان يجيبوا اللعيبه بص الاداره اصلا يعني المسؤوليه كلها مجلس الاداره، جاب لعب لعيبه بارقام كبيره جدا واللعيبه ما متستحق... تستحقهاش وبعد كده الاداره مشيت وغرقت بقى بل اللي جاي بعد كده غرق يعني مين مين بعد كده يدفع الملايين دي للعيبه؟ انت في في لعيبه كتير ما بتاخدش يعني مش يعني هي دي فلوس اتعاقدت بيها مع اللعيبه دي بس مين اللي هيدفعها؟ ومين ده اللعيب اللي ياخد كام مليون؟ مين ده؟ مين مين يعني مين اداله الاحقيه ومين اختاره اساسا من الاول؟ م. اختيارات كلها غلط مع احترام الكل بتتكلم آه. في مراكز غريبه في الملعب واللعيبه مش عارف مش عارف تلعب كوره والله بجد فرق الواحد بيبقى حزين هل فكره اللعيبه بس ولا اختيارات الاماكن واللي يعني كل نادي ليه احتياجات معينه يا كابتن يمين فانا بحط الاول احتياجاتي والمراكز والخطه يعني الخطه اللي هي المحتاجة الفريق فانت بتروح تجيب كل كل المراكز وخلاص بس يا كابتن ولا بس. بتبقى بتجيب الحاجه اللي انت عايزها طبيعي اي قطاع الناشئين قطاع الناشئين اصلا من الاول انا يعني كنت عايز اتكلم في دي اول قطاع الناشئين اصلا بايظ لا شيحه لما مسك كان ماسك نائب رئيس النادي الفتره دي انا حضرت اللجنه اللي كانت في, في اللجنه اللي فاتت اه بصراحه محترم يعني حضرت اجتماع كان عامل في مدرج نادي مسك الستاف كل كل المدربين المدير الفنيين والمدربين كلهم بتعنيشين ناشئين اخذوا دش اقسم بالله لو انا موجود كده كنت رديت بس لان هو اسلوبه بيتكلم بحرق على النادي اخذوا دش قال لهم يعني انا هحاسب كل واحد مم. على اللي بيحصل اللعيبه كلها اللي فيها مجاملات واللي 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 يا فاروق مم. والفلوس دي بتروح فين ولا و... وانت هتع... هديك اللي انت عايزه فلوس بس فرق... انت هتعمل ايه اللي... للعين هتعمل ايه بالظبط كده زمان يا فاروق ما كانش فيه المدربين ما كانش عندها علم ولا اي حاجه بس كان عنده نظر كان عنده مم. عين بيعرف يشوف اللعيبه كويس مم. احنا كلنا احنا صغيرين والله العظيم المدربين بتاعتنا نقعد نجري بس وبتاع ومش فاهمين حاجه من التدريب بس في الملعب كنا كل حاجه في الكوره وأنت اختياره ليك صح اختياره ليك بيعرف صح. عنده عنده بيعرف يجيب لعيب كويس يعني هو بيعرف يشوف لعيب كويس انما دلوقتي اقسم بالله الدنيا ضربك وانت صغير يا كابتن وايه مين ضربك وانت صغير؟ ضربني كابتن سمير مرعي وكابتن عيد فرج وكابتن صبري منياوي لا ناس ناس كتير محترمه بصراحه يعني وتعلمت منهم كتير اكتشفك مين؟ اللي اكتشفني؟ اه ليه؟ لا عايز اعرف يعني. يعني مين اكتشفك لا في الاسم كنت في القناه الاول مع كابتن غريب عبد الفتاح بس اكلني قلم على وشي الله <applause> العظيم <applause> 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 قال لي روح انت ما عندكش فكره امشي ومشاني من النادي والله بعد ما اكتشفت اه رحت الاسماعيلي كان سامين مرعي بقى اختارني في في <applause> الاسماعيلي مواليد 82 بقيت العب ضد القناه كل ماتش اجيب جون او اثنين ونكسب الدوري اه قلت له والله يا كابتن بتعاقب يعني اه قلت له يا كابتن غريب احلى قلم في ألم قلم فرق معايا فرق معايا غير